هو يعني عاشت عاشت خوال بعد انفصال امه وابوي، بس من كبرت خوالي قالوا روحي لابوي سنين، قالوا ما نتحمل مسؤوليه بنيه. اخذني ابوي صار عمره تقريبا 16 ورحت لابوي. والدك ووالدتك منفصلين؟ اي بس اي وبس انا وياه واخوي. اخوي انتحر. امك وين؟ امي متزوجه خارج العراق. اه اخوي انتحر فاخذوها خوالي. انتحر ليش؟ عمي من العنف مات ابوي. طيب فاخذوه خوالي، هم ماتين شرب سم ووصل للموت، فاخذوه خوالي بقيت بس اني عنف فيه. المهم حاولت اخوك يعني ما توفى؟ لا ما توفى. لا المهم اني تعرفت على محاميه بالنت زينب الصرافي، قدرت تساعدني واشتكيت علي. انسجن توقف بعدين طلع بكفاله. من سجن اشتكيت علي زاد علي يعني بالضرب، يعني انا صار لي سنتين اشتكيت علي زاد علي بالضرب ما نقص يعني. اخذت خوالك؟ اجى خالد تكفل بيه رديت للبصره، بس هم مشاكل ويا مرتي فاضطريت اروح لابوي. زين ابوي الزمني وسنسر رجلي وموجودات التصوير شلون الشرطه واخرى والسناسل من رجلي. زين ايا انا يعني ما اريد اقلب عليك المواجهة، بس هو هيك بدون سبب يعني؟ لا هو مريض نفسي يعني، مو بس وياي. اكو مشادات بيناتكم كلاميه ممكن تعاندي؟ هو مريض عندي نفسي يعني. انا ما اريد ادخل وياك يعني انه دا اكذبك او شيء، بس اريد اوضح. عنده هاوس مال نظافه مثلا، اذا لزمت الحائط يقول لي تنقصتي، يبقى على المغسل يغسل ساعه ساعتين بايديه، يبقى بالحمام 4 ساعات، يعني شنو يشوف يقول لي انه هذا نقصك يعني. عنده هاوس.